من جديد مواصلين في حكاية الناس حتى الماضي ثلاثة. نفكر بموضوعنا اليوم، العلاقة المتوترة والمتشابكة أحيانا تكون بين الحماء والكنة. اليوم كيفاش تعيشوا في العلاقة هذه؟ فما زادة شكون يقولك راهي علاقة ناجحة وحماتي واحدة من أسباب نجاح علاقتي الزوجية؟ نسمعوا رأيكم الكل. 72 280 300 معنا مدام عايدة من سكر، أهلا وسهلا بك. أهلا مدام. عسلامة مدام. عسلامة، أهلا وسهلا بيك أكثر. أي صوتك اسمح لها صوتك، وفما برشا كلام حلو يظهر لي باش تقولوا نفهموا معاك. يعيشك، أنا حبيتك على البرنامج. بربي بربي عندي اقتراح، لو كان تسمح نحبك تعدينا في جي. يعيشك على الأخوة وعلى العمام والخالات وعلى الأخوة. أي وعلى أي وعلى فما برشا مواضيع حساسة برشا. نحب نتدخل، نحب نسمع على البرنامج به يكون في حلقتنا القادمه ان شاء الله الموضوع هذا نتقبلوا كيف اقتراحاتكم. نشكرك انت خاصه ونشكر الفريق العامل معك الكل. شكرا لك، شكرا لك. ما هي علاقه متوتره على الاخر 17 سنه ما فهمت حتى تغير. انا بعيد اخترت باش نبعد خاطر ياسر مشاكل وليت ياسر. انا اخترت باش نبعد ما نكذبش عليك. بعدت كومبليتوم، ما عادش نحب نقرب لها بالكل. بي وحتى نفس العلاقه مسكين بابا معناها الله يرحمه جاتني بحذاهم في ديروا بيتنا في حياتي نسقط في المشاكل ما بين راسي الله يرحمها معناها. بيه مادام عايده كنت نجم تبدل من البلاصه اللي انت فيها خاطر الصوت الريزو كاين وماهوش مريقل برشا. بيه دونك علاقتك بحميتك عندكم توا 17 سنه متوتره متشابكه حسب ما فهمت. اليوم حاولت شي تغير، انت قلت لي غيرت حتى من البلاصه اللي نسكن فيها باش نبعد عليها. حاولت شي تتدخل تتلطف العلاقه ما بيناتكم تحسنها هكا تفهمها تحسسها اللي انت كيما بنتها اللي راك ماكش باش تفكرها ولدها؟ والله مدام انا ما نكذبش عليك، حاولت يا اخي نلقاها هي معناها نفس متمسكه بقرارها بدل حتى شيء مدام، وزيد حتى مع ولدها مش حتى معايا انا بكره وحتى مع ولدها معناها تلوش علينا لا حيين لا ميتين لا ماكلين لا شاربين ما تلوش علينا الجمله. ما تلوش علينا. ولدها في نفس في المجال هذايا وقت اللي يشوف امه ومرته العلاقه ماهيش كما نقولوا احنا منسجمه ما بيناتهم فما اشكالات، كيفاش حب يدخل زوجك؟ حب شي معناها يحكي مع امه يلطف العلاقه من ناحيتك انت زاده؟ تعب والله مدام، هو بيدو تعب حاول يقربني ديما يحب يقربني وانا نقول له ليه هاي تصير مشكله حتى انا قلبي احساسي يقول لي نقول له ليه خليني ابعد خليني ابعد يحب يشوفنا ما بعدنا وحده بيدو نفسيا هو نفسيا يحب يرتاح معناه. هو بيدو ولا مقلق ولا تعصى على عايشه على اعصابه معناه ولا تعصابه متوتره. ولا عرفت نبعد ما نكذبش عليك. الحل اللي لقيته اللي يريحني انا بعدت عليها كومبليتمون في العيش في الثبات في كل شيء. احسن هذاك خاطر بابا يرحمه والله كلمه قالها لي الله يرحمه وينعمه ما ننساهاش قال لي كيما كيما تيم رمضان والله. اليوم معناها ونفس الشيء يا اخي في بالي باش نرتاح. جيت لحظه امي وبابا الله يرحمهم نفس الشيء ليله توفيت امي في راس العام الله يرحمها قاعده نفس المشاكل ما بينها هي كثرت المشاكل ما بين راجلي وامي معناها. معناها كيما المشاكل بينك انت وحماتك حتى بين راجلك ونسيبته نفس الشيء زاده. الله يرحمها امي حتى حبت في الاخر باش تتوفى باش تسامحه معناها يا اخي يلا غالب المرض غلبها والموت غلبتها. الله يرحمها يعني الله يرحمها وربي يهدي الناس الكل. مشكوره جدا مدام عايد انك شاركت معنا تجربتك اليوم، شكرا لك. مدام بربي كلمه اخيره ان شاء الله اللي عشته انا 17 سنه ان شاء الله ما تعيشوا حتى واحده يا مدام والله ان شاء الله. ان شاء الله ربي يهدي القلوب ويهدي النفوس ويجمعهم مع بعضهم في الخير ونوعا ما نبعدوا شويه من الروتين القديم والفكر الكلاسيكي التقليدي. كلمة أخيرة نحب نتمنى هكا روحي ملمومة ما بين عائلتي وعائلة حماتي يا أخي ما صار في الشيء هذاك. حبيت ديما نحب اللمة، لقيت روحي ديما عايشة واحدة ديما منعزلة ديما وحدي 17 سنة ديما وحدي. لعل تكون في الاستماع ومن خلال الباساج هذا فماش حاجة هكا تتغير تتحسن، ولأنه العائلة مهمة برشا وحضورها مهم جدا اليوم.
مشكورة جدا، مشكورة جدا مدام عايدة. وقت الأخبار يدهمنا، وقت الأخبار يدهمنا، شكرا لك. اليوم نفهموا من عايدة الحق أنه اليوم العلاقة بين الحماول كنا بين نسيب والراجل راهو عفوا بين الراجل ونسيبته بليتو هنا راهو عندها تأثير كبير برشا على مدى نجاح أم فشل العلاقة الزوجية وعلى العائلة جينيرالمون. وقت موجز الأخبار يدهمني مدى ساعتين ونص، نخليكم مع بهاء بالخير، خليكم معنا في الاستماع. كابتن موجة مع كابتن